بطاقة ورغبة قوية تضع مصر قدميها على خارطة صناعة الدواء في العالم. فمصر تمتلك ما يزيد عن 154 مصنعا ما بين خاص وحكومي، إضافة إلى تدشين مدينة الدواء طبقا للمعايير العالمية، استخدامات مشتقات البلازما وإنتاج لقاحات فيروس كورونا، وأدوية عديدة نجحت مصر في تصنيعها محليا، نجاحات أهلت مصر للانضمام للوكالة الأفريقية لتوطين صناعة الدواء محليا. أهمية الوكالة الأفريقية للأدوية أو المنظمة الأفريقية للأدوية إنها بتوحد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها وتمكين الحكومات من والقطاع الصحي في الدول من التصنيع والاستثمار في الأدوية، وده طبعا بعد مرور العالم بجائحة الكورونا، وقد كده اكتشفت الدول بالذات الدول الأفريقية أهمية أنها تكون عندها قدراتها التصنيعية والتشريعية لتبادل الأدوية واللقاحات. Taking advantage of what is being done here. نتخذ من مميزات ما حققته مصر من تطوير وتصنيع للمنتجات الطبية فرصة للاستثمار وزيادة مجالات التعاون والوصول لإنتاج الأدوية التي تحتاجها شعوب القارة السمراء، إلى جانب محاربة الأدوية المغشوشة وإنتاج اللقاحات الخاصة بنا لزيادة أعداد من يتلقون جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا. وعلى هامش انضمام مصر للوكالة الإفريقية أعلنت وزيرة الصحة المصرية في مؤتمر صحفي استمرار التعاون مع الدول الإفريقية لتوطين صناعة الدواء وإمداد الأفارقة بمختلف أنواع الأدوية واللقاحات التي تحقق مصر فيها الاكتفاء الذاتي. نعرب عن دعمنا الكبير جدا لكل الدول الأفريقية في ان احنا نمدها بالادويه واللقاحات، وان شاء الله احنا طبعا تصنيع اللقاحات في مصر جزء منه هيبقى بعد الاكتفاء الذاتي هيبقى موجه حسب الاتفاقيه اللي احنا ماضيينها للشعوب الافريقيه. ان شاء الله خروج العالم من خبره الكورونا هيؤدي الى نمو وتطوير الصناعات الدوائيه وخاصه في قاره زي قاره افريقيا. أفريقيا لا تنتج سوى 3% من الدواء في العالم، ولدينا فرصة قوية من خلال هذه المنظمة لنشر تكنولوجيا تصنيع الدواء وامتلاكها لدى كل الدول الأفريقية، ونتعاون مع مصر بصورة قوية لتعزيز هذا التعاون. ووفق استراتيجية تتبناها مصر، تظل سياستها تبحث دائما عن حلول غير تقليدية لتمكين مختلف المنتجات من الدخول للتصنيع محليا. طفرة حققتها مصر من خلال توطين صناعات الدواء محليا لتمد بعدها جسور التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، وتؤكد على توافر العلاج لكل شعوب القارة تحت شعار صنع في مصر. من وزارة الصحة، حمد العربي، التلفزيون المصري.